السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات جريد 1، معاكم مستر أسامة الهادي من قناة ليرن ماس. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حل الامتحانات. النهاردة هناخد معانا الكايرو جفرنوريت أو محافظة الإيه؟ محافظة القاهرة. محافظة القاهرة طبعا هنشوف مع بعض، أول حاجة بتيجي تشوز ذا كوريكت أنسر فروم ذا جيفن. طبعا السكوير روت ل الناين طبعا احنا عارفين ايه هو الرقم اللي نعمله مالتبلاي باي ايت سيلف يديني السكوير روت، يديني 9. طبعا في الحالة دي هيكون الثري، لان الثري باي ثري بكام؟ ثري باي ثري بناين، يبقى السكوير روت للناين هيكون كام؟ بثري. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if the probability successes of student 0.8. الرقم ده طبعا بيكرر كتير، النوع ده من الأسئلة، وغالبا بيجي بالأرقام كده زي ما احنا شايفين. يبقى البروبابيلتي اوف فيلر كام؟ يبقى هما لو احتمال النجاح بتاعهم 0.8 يعني كام؟ 8 على 10 أو 8 على 80%، صح؟ يعني اتش برسنتج. يبقى الاحتمال إن هما يكونوا فيلر يعني فشلوا قد إيه؟ هيكون 0.2. ولازم نعرف إن الاتنين مع بعض كده الفيلر والنجاح هيكون الاثنين مجموعهم 1، لان فعلا 0.8 بلس 0.2 هيديني فعلا 1، ودي كل السمشن بتاع الايه البروبابيلتي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا 5 باور نيجاتيف 1. طبعا احنا عايزين نتخلص من الباور النيجاتيف، فبنقول 1 باور كام؟ باور 5، و 5 باور 1 هي نفسها تبقى 5 كده، لأن طبعا باور 1 ما بنكتبوش، بنكتب بس الرقم على كده، وهيكون دي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. نمبر 4 بيقول لك لو عندك الـ x is more than الـ y، أكبر من الـ y، يبقى الـ x بلس الـ z هتبقى إيه بالنسبة للـ y بلس الـ z؟ طبعا هنا الـ x وهنا الـ y. كل اللي إحنا عملناه قلنا في الـ inequality طالما بنضيف رقم بوزيتيف في الـ both sides في الطرفين الـ left والـ right مش هيغير حاجة. طب ايه الرقم اللي احنا ضفناه هنا؟ هو مش رقم، هو الـ z، والـ z ده بيعبر عن رقم اكيد يعني. فكل الموضوع هل غير حاجة في الـ relation بتاعت الـ inequality؟ لا طبعا، هيكون الإجابة اللي هي دي فعلا هتظل الـ relation زي ما هي، لأن احنا عملنا add للـ z في الـ both sides في الطرفين. هنا 4 over 10 وهنا 3 over 100. طبعا في الحالة دي لازم نزود هنا 0 في النيميريتور ونزود هنا 0 في الدينومينيتور، عشان نبقوا الاتنين زي بعض في الدينومينيتور نقدر نعمل اد بكل سهولة. 40 و 3 هتبقى 43 over 100، يعني ايه from 100، اللي هي دي هتكون الإجابة السليمة بتاعتنا. هنا دي طبعا 6000 by 50 هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة طبعا عن 3، طبعا هنجيبها في الستاندرد فورم 6 باي 50 بتديني 300، وهنزود ال 3 0 هيبقى 3 باي 10 اوف باور 5. ادي ال 3 بناخدها، وكام 0؟ 1 2 3 4 5 يعني 10 باور 5. السؤال نمبر 2 كومبليت بعد ما خلصنا اللي تشوز. هنا بيقول لي البروبابيلتي اوف ذا امبوسيبل، اول ما نشوف كلمه امبوسيبل الايفنت هنا طبعا هتكون 0، حاجه لا يمكن انها تحصل طبعا هتكون ايه البروبابيلتي بتاعتها؟ هتكون 0. بالنسبه لدي طبعا احنا قلنا اكنها كده بالظبط 1 اوفر 3 باور 2. احنا الباور النيجاتيف ده عشان نخلص منه بنخليه بنقول ايه 1 اوفر 3 باور 2، اللي هي هتكون 1 اوفر 3 باور 2 بكام؟ ب 9. هنا بيقول لي توايس، توايس يعني ضعف النمبر الهاف، ضعف الهاف يعني الهاف مرتين، طبعا هيبقى ب 1. هنا الكوارتر اوف ذا نمبر 4 باور 20 از 4 باور كام؟ طبعا الكوارتر يعني بنقول كده 1 اوفر 4،
صح؟ ده الكوارتر. طيب 1 اوفر 4 من الفور باور 20. طب هي ايكوال كام؟ الفور دي هتطلع 4 بنيجاتيف 4 باور، دي تحت اكنها في الدينومينيتور 4 باور 1، هتطلع 4 باي باور نيجاتيف 1. كل ده باي كام؟ باي 4 باور 20. كده بقى نعمل اد للباور، هنا 20 بالبوزيتيف وال1 بالنيجاتيف، هتبقى 4 باور 19. 20 ماينس 1 هتديني 4 باور 19. السؤال اللي بعد كده ده 3x و x وعندي 2y و y عايزها بالسمبلست فورم، يبقى هنجمع ال x مع بعضها تبقى 4 x 3x و x 4x بلس 2y و y هتبقى 3y. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find in Q السوليوشن سيت. سوليوشن سيت في الحالة دي هنقول عندنا هنا دي 2x، ال 1 دي هتروح هناك بالنيجاتيف هتبقى 9 minus 1، هيبقى هنا 2x. في واحد يقول لي انا بنحل على طول بالكالكوليتر، اقول لك مفيش مشكلة بس انت لازم تكتب خطوات عشان تبين لك فاهم، مستحيل اديك الدرجة كاملة زي طالب حل بالخطوات، تستخدم الآلة الحاسبة عشان تسهلك وعلشان تبسط لك الحل وعلشان تتأكد من حلك، أما ما نعتمدش عليه اعتماد كلي نطلع النتائج. يبقى 5 6 أرقام كده نكتبهم في الامتحان ونقول إحنا كده حلينا. ال 2 إكس طبعا تبقى 9 ماينس 1 بـ8، لما 2 إكس بـ8 يبقى الإكس بكام؟ الإكس هتبقى 8 ماي ديفايد لـ2، 8 ديفايد لـ2 هتديني 4. يبقى في الحالة دي هنقول السوليوشن سيت، هنكتب كده solution set هيكون 4. هنا دي طبعا هتبقى بسهولة جدا، هي هنقول دي عبارة عن هنا دي 5، البيز هنا 5 وهنا 5 وهنا تحت 5، يبقى 5. نعملها في خطوة واحدة، قلنا في حالة الباي بنعمل بلس للباور هتبقى 4 ماينس 2، وعندنا التول اللي تحت دي الباور تول اللي تحت هتطلع فوق من نيجاتيف، يبقى كأننا بنقول ايكوال 5 باور كام؟ 4 ماينس 2 ب 2 ماينس 2 ب 0 يبقى 5 باور 0، واي حاجه باور 0 ان احنا عارفين انها هتكون ايكوال 1. هنا ده طبعا بيقول لي السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي هنا لو عندك الاكس ب 6 وعندك الواي ب 3، هو عايز الاكس over ال y باور نيجاتيف 2. طيب ال x بكام؟ ال x هنا ب 6، يبقى نقول 6 دي ال x، ال y بكام؟ ب 3. كل ده باور كام؟ كل ده باور نيجاتيف 2. طيب في الحالة دي احنا عايزين نتخلص من النيجاتيف 2، هتبقى ايكوال هنقلب ديت النيميريتور مكان الجينومينيتور والعكس، هتبقى 3 اوفر 6 باور كام؟ باور 2 بقى، يبقى معناها ايكوال 9 اوفر 6 باور 2 ب 36. يبقى في الحالة دي لما نيجي نحسبها 9 ديفايد لل9 ب1 و 36 ديفايد لل9 ب4 هتطلع 1 over 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find solution set في inequality. الانيكواليتي في الحالة دي هنقول هنا دي نمبر A، هنقول ان 4x النيجاتيف 3 دي هنضيف عليها 3 من ناحيتين علشان نتخلص من النيجاتيف 3، او ان احنا ال 4x هتكون less than النيجاتيف 3 هتروح هناك على طول بالبوزيتيف، 3 بلس 7 هتبقى 10. يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس is less than هنا 10 over
4 في السيمبل ليست، يبقى نعمل ديف سوري هنا دي طبعا قلنا 10 اوفر 4 في السيمبل ليست، هتبقى هنعمل ديفايد 2 في النيميريتور والدينومينيتور هيطلع في الاخر 5 اوفر 2. طيب نكتبها بقى زي الكواليتي الايكويشن العادية؟ لا، هنا هنقول عندنا ال x بحيث ان ال x هو مديها لي ايه؟ قال لك ان كيو، هنقول انها belongs للكيو، وهنقول في الحالة ديت ان هيكون ال x is less than 5 over 2، وكده نكون خلصنا الحل. دي الصيغة اللي احنا بنكتبها بيها. اللي بعد كده السؤال ده طبعا نخلص الاول الباي وبعد كده نعمل الديفايد وبعد كده نشوف البلس. 12 باي 2 هتديني 24. 24 طبعا ان عارفين الديفايد قبل الايه؟ قبل البلس. 24 ديفايد لل 24 هتديني 1 بلس 9 هتدينا في الاخر 2. سوري هتدينا 10. 1 بلس 9 هتدينا 10. دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي find the value of expression simplest form. دي كده هي عباره عن ايه؟ دي كده باختصار شديد هي عباره عن 1 over 9. طبعا طالما الباور هنا ايفن ان النيجاتيف دي هتروح، تبقى بلس السكوير روت لل 64 ب 8 والسكوير روت لل 81 ب 9. وعارفين نقول ماينس اي حاجه باور للزيرو بكام؟ اي حاجه باور للزيرو ب 1، يعني 3 اوفر 7 بكام؟ باور 0 ب 1. طبعا ال 1 اوفر 9 بلس ال 8 اوفر 9 ب 9 اوفر 9. طب و 9 اوفر 9 احنا عارفين انها ب 1، 1 ماينس 1 هتدينا كام؟ هتدينا 0. السؤال اللي بعد كده بيقول لك عندك بوكس contain 4 white و 5 red and 6 blue ball، كور 4 لونهم ابيض و 5 لونهم red و 6 لونهم blue. A ball drawing randomly، يعني خد واحدة كده عشوائي from the box. أول حاجة أول سؤال the ball is red، تاني the ball is blue or white. البول از نوت بلو في الحالة دي هيكون ايه؟ هنا طبعا في الحالة دي هنعد كله، هنا طبعا هنقول السميشن بتاعنا 4 و5 9 و6 15 دي مبدئيا كده، وهنا كمان هنعمل اوفر 15 وهنا كمان نعمل اوفر 15. يلا نحل بقى سؤال سؤال. بيقول لك البول از ريد، ريد كام؟ 5. البول is red 5، يبقى طبعا 5 over كام؟ 15، هتطلع معانا ب 1 over كام؟ 3. ده أول واحد. التانية بيقول لي ball is blue or white، البلو بكام؟ ب 6 والوايت ب 4 يبقى 10. 10 over 15 هتطلع معانا 2 over 3. ball is not blue، not blue يعني كام؟ يبقى يا اما هتبقى red يا اما تبقى white، يا اما تبقى red يا اما تبقى white، يبقى مجموعهم كام؟ هيبقى 9. 9 divided 3 ب 3 و 15 divided ل 3 5، هتبقى 3 over 5. وبكده يا اعزائي نكون خلصنا امتحان، جاوبنا مع بعض على امتحان اللي هو كايرو جفرنوريت او محافظة القاهرة، وهنكمل مع بعض المرة الجاية حل الامتحان كايرو نمبر 2. تمنياتي بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.